وفي أيام المباريات التي يخوضونها خلال ما تبقى من المونديال على العموم إن حققوا التأهل. ومن جهته رفض الإمام الذي تنقل إلى البرازيل رفقة التشكيلة الوطنية إصدار أي فتوى فيما يخص الصيام، واكتفى بالقول أن هذه الفريضة قضية شخصية وكل لاعب حر في خياراته سواء بالصيام أو بالإفطار. أما اللاعبون فقد أبدى الكثير منهم رغبته في الصوم وعدم الإفطار مهما كان الأمر، رغم الفاجعه الاليمه التي المت به بفقدان والدته، الا ان اللاعب الجزائري المعتزل دوليا كريم مطمور لم يتوانى في فتح قلبه لقناه الهداف، وذلك للحديث عن المواجهه الثاريه المرتقبه ان تجمع الخضر بالمنتخب الالماني في الدور ثمن النهائي سهره الاثنين المقبل بملعب بورتو أليغري. مهاجم كايزرسلاوتر الالماني لم يتردد في التاكيد لنا ان الالمان ينظرون الى مباراه الجزائر بثقه ممزوجه بالحذر بعد كل ما كشف عنه اشبال حليلوزيتش من ايجابيات، خصوصا في اللقاءين الاخيرين امام كل من كوريا الجنوبيه وروسيا، مضيفا أن الصحافة الألمانية وما إن ترسم تأهل الخضر إلى الدور الثاني شرعت في البحث عن المعلومات المتعلقة بالمنتخب الوطني من خلال محاولة محاورته لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الجزائر بحكم أنه لاعب دولي سابق. مطمور لم يتوانى في إبداء سعادته بالإنجاز الذي حققه رفقاء سفيان فاغولي وطالبهم بلعب مباراة ألمانيا دون أي عقدة والتحرر من كل الضغوط على أمل إحداث المفاجأة الكبرى وافتكاك بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، رغم إقراره في الختام أن المأمورية لن تكون سهلة أمام أشبال المدرب يواكيم لوف. الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بتأهله للدور الثاني من المونديال. لا يجب أن ينسي الناخب الوطني واحد حليلوزيتش أن مهمة عسيرة تنتظره في الدور ثم النهائي عند ملاقاة الماكينات الألمانية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. الهاجس الأكبر الذي يطرح نفسه بالنسبة للتشكيلة الوطنية يتمثل في الصعوبات التي يواجهها اللاعبون لإنهاء 90 دقيقة بنفس الوتيرة بسبب معاناته من الجانب البدني، وهو ما كاد يكلف المنتخب الوطني الكثير في المواجهة الثانية أمام كوريا الجنوبية. العامل البدني نبه إليه البوسني قبل انطلاق المونديال بسبب معاناة العديد من الأسماء من نقص فادح في المنافسة الرسمية، ما يجعل الخيارات قليلة على مقاعد البدلاء. إصابة مجيد بوغرة هي الأخرى تطرح نفسها بشدة في غياب البديل بإمكانه سد الفراغات التي يتركها الماجيك رغم الجهود التي بذلها بالكلام أمام روسيا. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، هل سيصمد رفاق فاغولي أمام الماكينة الألمانية هذا الاثنين؟ بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني ببلوغه الدور الثاني من كأس العالم لأول مرة في التاريخ، لا أحد يمكنه أن ينكر دور المدرب البوسني واحد حليلوزيتش على رأس الخضر، وهو الذي يشرف على المنتخب الوطني منذ 3 سنوات. والقضية التي تشغل بال الشارع الجزائري تتمثل في مستقبل البوسني بين البقاء والرحيل. ومع أن رئيس الفاف محمد رورا وتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف لأجل خلافة واحد حليلوزيتش الذي بدوره اتفق مع إدارة نادي بورساسبور التركي للإشراف عليه الموسم المقبل، إلا أن المعطيات بشأنها تتغير كون الجماهير الجزائرية تطالب ببقاء البوسني على رأس العارضة الفنية للخضر بعد الإنجاز الكبير الذي تمكن من تحقيقه وطريقة اللعب الجميلة التي صار يلعب بها الخضر والذين تمكنوا من تسجيل 6 أهداف كاملة في الدور الأول. ورغم أن البوسني رفض التعليق حول مستقبله في آخر ندوة صحفية بعد لقاء روسيا، إلا أن كل شيء يبقى ممكنا بعد التقائه مع رورا وعقب انتهاء فعالية كأس العالم بالبرازيل. في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي فيفا، أكد مساعد الناخب الوطني نور الدين قريشي أن مواجهة الجزائر وألمانيا يوم الاثنين في الدور ثمن النهائي لنهائية كأس العالم ستكون مختلفة عن تلك التي جمعت بينهما في مونديال إسبانيا. قريشي أضاف أن رفقاء سفيان فاغولي لن يكون عليهم أي ضغط وليس لديهم ما يخسرونه بعدما حدود سهرة الخميس بافتكاك بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب منتخب روسيا. وأضاف قائلا:
سيكون لقاء مختلفا عن مواجهة 82، فنحن لسنا في وضع مماثل، لكننا سنخوض هذه المباراة بمعنويات ممتازة. ليس لدينا ما نخسره أمام منتخب ألماني قوي، أعتبره واحدا من أحسن المنتخبات في العالم. قريشي لم يتوانى في استحضار الذكريات الرائعة من ملحمة خيخون أمام المنتخب الألماني في مونديال 82، وقال: هذا التأهل واللقاء المقبل أمام ألمانيا أعاد بي إلى 32 سنة خلت. لدي ذكريات جميلة وكثيرة، لكن الجيلين مختلفين كليا عن بعضهما البعض. الرجل الثاني في الطاقم الفني للخضر أكد في الأخير أن الاستعداد للقاء المانشافت سيكون بطريقة احترافية، وختم حديثه قائلا: الأمر يتعلق بلقاء تاريخي، وعلينا أن نجعل من اللاعبين أبطالا في هذا اليوم. عبر أسطورة كرة القدم الإيطالية دونادوني عن إعجابه الشديد بالمستوى الجيد الذي ظهر به المنتخب الوطني في مونديال البرازيل، وأكد استحقاق أشبال حاليلوزيتش المرور إلى الدور الثاني. مدرب نادي بارما لم يتوانى أيضا في الإشادة بثنائي الخضر ياسين إبراهيمي وسفيان فيغولي، والذي اعتبره أفضل ثنائي وسط ميدان في تاريخ إفريقيا والجزائر، معربا عن أمله الكبير في رؤية اللاعبين سويا بألوان نادي روما الذي يناصره كثيرا. وعن توقعاته لمباراة المانشافت أكد أن حظوظ الجزائر في التأهل تبقى وفيرة، خصوصا إن كان الثنائي فيغولي وإبراهيمي في يومه، مؤكدا أن كرة القدم لا تعترف بالمنطق، ومستدلا بما فعله منتخب كوستاريكا في أصعب مجموعة بالمونديال. ومن جهته لم يقلل الدولي الفرنسي السابق لويس فرنانديز من حظوظ الخضر، مؤكدا في تصريحات لراديو RMC الفرنسي أن الجزائر لن تكون لقمة سائغة للمكينة الألمانية مثل ما يتصوره الجميع. حتى لا يتكرر سيناريو التجاوزات الخطيرة التي حدثت في مختلف المدن الفرنسية عقب نهاية المباراة التي حقق فيها المنتخب الوطني الجزائري الفوز على نظيره الكوري الجنوبي، قامت السلطات الفرنسية بتوجيه تعليمات صارمة لمختلف مراكزها الأمنية في المدن الكبرى، وذلك بهدف تعزيز الحراسة الأمنية قبل وأثناء وخاصة بعد المباراة التي ستجمع الخضر مع المنتخب الروسي، وذلك للتحكم في زمام الأمور سواء في حال فرح الجزائريين بالتأهل أو غضبهم بالإقصاء. كما قامت السلطات الفرنسية بتعزيز الوحدات في مختلف المراكز، ووضعت فرقا خاصة لمكافحة الشغب. ففي مدينة ليون مثلا توعد مدير الأمن العمومي ألبيير دوتر المخالفين للقانون بأقصى العقوبات، وقال أن كل التدابير تم اتخاذها من بينها تخصيص مروحية لتصوير كل الأحداث، وذلك ليتم القبض بعدها على أي مشتبه به لإحالته على العدالة مباشرة. وسيكون الأمر نفسه في العاصمة الفرنسية مارسيليا وفي مختلف المدن الفرنسية. بعد الأحداث التي صاحبت احتفالات الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا وما تابعها من اعتقالات من طرف الشرطة، قرر رئيس بلدية باريس عدم السماح بوضع شاشات عملاقة في وسط المدينة للأنصار الجزائريين من أجل متابعة مباراة ألمانيا في الدور الثمن النهائي المقرر هذا الاثنين، مقابل السماح للجماهير الفرنسية بمتابعة مباراة فرنسا ونيجيريا المقررة في اليوم ذاته. السلطات الفرنسية تقول قد تخوفت من تكرار سيناريو مباراة الجزائر وروسيا والتي أعقبتها العديد من التجاوزات في مختلف المدن. شدد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالز على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وردعية في حق الجماهير التي تخرج للاحتفال في شوارع فرنسا، وهذا في أعقاب الأحداث والفوضى التي عمت مختلف المدن الفرنسية بعد نجاح المنتخب الوطني الجزائري من افتكاك بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل سهرة الخميس الماضي أمام منتخب روسيا. مانويل فالز في التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام الفرنسية نهار الجمعة: وإن أدان بشدة آمال الشغب التي شهدتها باريس طيلة سهرة الخميس ومختلف المدن الأخرى، إلا أنه هنأ الجزائريين على الإنجاز التاريخي المحقق بالتأهل إلى الدور الثاني،
داعيا الجميع لضبط النفس وتفادي القيام بسلوكات منافية لقوانين الجمهورية الفرنسية، خصوصا وأن السلطات الأمنية حسبه ستتصدى وبقوة القانون لكل من يحاول إثارة الشغب في أي مناسبة كانت. الوزير الأول الفرنسي طمأن في الأخير الفرنسيين بشأن الإجراءات الأمنية المزمع اتخاذها بمناسبة المباراة الهامة التي تنتظر الخضر يوم الاثنين المقبل أمام ألمانيا، وأكد أن السلطات الأمنية ستبذل كل ما بوسعها حتى لا تتكرر صور الفوضى بعد نهاية لقاء الخضر أمام المانشافت. يخوض منتخب كولومبيا ثاني مواجهات الدور ثمن النهائي مساء اليوم بداية من الساعة